المهرجان انطلق يوم الاحد، انطلقت فيه النقاشات ديال الافلام. هاد النقاشات اللي كتميز اولا بحضور الفريق او المخرج، لان حنا كنحرصوا في قانون المهرجان انه يعني اللي خص يناقش الفيلم واللي كيعرف خبايا الفيلم هو المخرج، الفريق التقني والفريق الفني. هنا كيكون اولا حضور، كاين اقبال كثير على هاد النقاشات اللي كتستمر من 10 صباحا الى حدود الواحدة زوالا. يعني كيكون نقاش حول الفيلم، حول اغناء الفيلم، لان يعني هناك مجموعه من الخريجين قاموا ب يعني باضافه ملاحظات تقنيه وفنيه عن اشرطتهم قبل ان تخرج للقاعات، حيث انهم استفادوا من الملاحظات التي اثيرت في هذه النقاشات. لا يخفى عليكم ان النقاشات يحضرها اولا الصحافه الوطنيه بكل تلاوينها، يعني الصحافه المكتوبه والصحافه الالكترونيه والصحافه المحليه، بالاضافه الى الصحافه الدوليه. وعلى ذكر يعني التغطيه الصحفيه، فهذه السنه هي تميزت بانها تغطيه عميقه واحترافيه. لماذا نقول ذلك؟ لانه اولا بالنسبه للصحافه الدوليه، اولا حاولنا حسب الامكانيات المتاحه ان نستضيف الصحافه، يعني مثلا الفرنسيه من خلال تي في 5، والصحافه الاسبانيه من خلال كانال سور او البايس. كذلك تتميز هذه الدوره بحضور مجموعه من مدراء المهرجانات الدوليه. هناك مثلا مهرجان هامبورغ، مهرجان في كندا، مهرجان في فرنسا، في بلجيكا، في اسبانيا. يعني الان نحن سهلنا الماموريه على المدراء الفنيين، ان نحن نركز على دعوه المدير الفني. المدير الفني هو الذي يباشر عمليه اختيار الافلام. فيعني نحن تقبلنا يعني ردود هؤلاء المدراء الذين عبروا عن تقديرهم للانتاج الوطني لهذه السنه، حيث ان الانتاج وصل الى 22 شريط طويل، بالاضافه الى اكثر من 60 شريط الى 70 شريط بالقصير، الذي جعلنا ننتقي هذه الافلام، ننتقي 21 شريط. كذلك ما يميز هذه الدوره كذلك هو يعني هناك اغناء للسينما المغربيه، يعني السينما المغربيه اغناء في المواضيع المطروحه في الجغرافيا. مثلا انطلقنا من طنجه، في المصور طنجه، الى اقاليم الصحراويه، الى 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 العيون، الى فم الواد. مثلا فيلم ريض الظلمه تم تصويره كليا بمناطق بالاقاليم الصحراويه في العيون وفي فم الواد. كذلك هناك اغناء على المستوى اللساني، على المستوى اللسني، على المستوى الحضاري. مثلا هناك افلام تمت يعني تمت يعني تمت باللغه الامازيغيه بكل تلاوينها، الريفيه، التشلحيه، السوسيه. وكذلك اول الفيلم الظاهره اللي كانت السنه هو فيلم ريض الظلمه الذي كان باللهجه الحسانيه. هذا يعني يزيد تاكيد على ان السينما المغربيه هي سينما حيه، وانها سينما واعده، وانها سينما غنيه، وانها تواكب التحولات التي تعرفها المجتمع المغربي من خلال الدستور الجديد الذي اعطى يعني التنوع الثقافي واللسني والحضاري لبلدنا.